هي العاصمة الموريتانية نواكشوط شيع عشرات الآلاف اليوم فجر اليوم جثمان الرئيس الموريتاني السابق علي ول محمد فال إلى مثواه الأخير إثر إصابته أمس بنوبة قلبية مفاجئة. الرئاسة الموريتانية أعلنت الحداد في البلاد لمدة 3 أيام. تنكس موريتانيا أعلامها وتعلن الحداد رسميا حزنا على رئيسها الأسبق علي ول محمد فال الذي توفي إثر نوبة قلبية مفاجئة. دخل الحاكم العسكري السابق تاريخ بلاده من أوسع الأبواب إثر تنحيه الطوعي عن السلطة لصالح المدنيين في سابقة لم تعرفها موريتانيا منذ أن حكمها العسكر عام 78 من القرن الماضي. رحمه الله وغفر له، نحن نحيي فيه ونجل كونه كان ثاني رئيس عربي بعد سوار الذهب في السودان يتخلى طواعية عن السلطة ويسلمها للمدنيين، رحمه الله. حكمه محمد فال موريتانيا بين عامي 2005-2007 قبل أن يترك الكرسي لخلفه المدني المنتخب سيدي ول الشيخ عبد الله. وإثر انقلاب الجيش على الأخير أعلن ول محمد فال الانخراط في صف المعارضة. توفي رئيس موريتانيا الأسبق عن عمر ناهز 66 عاما، تاركا وراءه فراغا سياسيا كبيرا موزعا بين معارضة كانت تعول على مكانته الخارجية الوازنة وموالاة تحترمه وتحسب له حسابه وإن اختلفت معه. الله أكبر. عشرة الآلاف من الموريتانيين وفي مقدمتهم الرئيس الحالي محمد عبد العزيز حضروا فجر اليوم صلاة الجنازة على روح الرئيس الأسبق وشيعوه إلى مثواه الأخير في جنازة رسمية مهيبة. آخر مقابلة إعلامية للفقيد كانت قبل أيام هنا مع التلفزيون العربي. الليلة الوطنية تستحق حقيقة هذا الاسم. وها هي المعارضة والموالاة في موريتانيا تلتئمان في ليلة وطنية أخرى، لكن في نسخة حزينة هذه المرة، ليلة للحداد والتعزية. محمد عبد الله ممين، التلفزيون العربي، نواكشوط.